مع قرب العام الدراسي الجديد ويتوجهون أولادنا وبناتنا للمدارس، راح نلاحظ بعض الأولاد يعانون من ظاهرة كلش محلوة، كلش غير مقبولة، كلش تخلي الولد أو البنت تدخل بحالة احتمال من الكآبة، تدخل احتمال تترك الدراسة، احتمال تكره الدراسة، أو يؤدي حتى في بعض الأحيان إلى الانتحار. نشوف الفيديو حتى نعرف شنو هذه الظاهرة. جوارب كمين جايبتها؟ قد يكون هذا الفيديو يعني صورته المعلمة، لأن هي يعني بعلم، يعني اللي يشوف الفيديو يعرف أنه هي طالبة اللي تكتب على السبورة تعرف أن المعلمة أو المدرسة تصورها. قد يكون هو موقف طريف بين المعلمة والطالبة وأيضا بنات الشعبة، لكن قد يتكرر هذا الحال أو تتكرر هذه الحالة بس بطريقة تنمرية جدية ومؤذية للطفل، مؤذية للولد. حتى بالإعدادية هم هناك أكو تنمر، وأكو هناك طلاب يعني ينعزلون عن العالم بحيث حتى ما يتكون عندهم أصدقاء، يكون هو وحيد فريد. ليش؟ بسبب التنمر، وهذا التنمر يعني ظاهرة جدا خطيرة. شقد اللي يقومون المتنمرين شقد يشوفون هذا الشيء بسيط، لكن شقد أطفال ومراهقين وشباب انتحروا بسبب التنمر، وأكو كثير من الجرائم صارت بسبب التنمر. يختزن الإنسان بطبيعته، يختزن الذكرى وبالتالي يحقد ويكون عنده في بعض الأحيان مشاعر حقد. ويعني ما ننصح أبداً بظاهرة التنمر. وهذا الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى أيضاً ردود أفعال وتعليقات. رصدنا لكم بعض الآراء أو التعليقات من رواد مواقع التواصل. رضوان الشبكي يقول والله جريمة، هيك معلمة تخرج أجيال. تعرفون هاي ايش صار بحالها؟ صحيح. تعليق آخر من بلال، احتمال المدرسة علاقتها أخوية ويا الطالبات وحبت تلطف الجو أثناء المحاضرة مثل ما قلنا. احتمال هذا الفيديو يعني من باب اللطافة، لكن أكو هذا يدعو للتنمر الحقيقي اللي يؤدي إلى كوارث. تعليق آخر، مجلس تحقيق وعقوبة إدارية رادعة. هذا إن كان أكو مفتشية ومتابعة، كون نقل خارج المحافظة حتى تعرف الله حق فعلاً.